بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء متجدد من برنامجكم قرآن يمشي، ونحن اليوم على موعد مع الحلقة 16 من هذا البرنامج الطيب المبارك. وهذه الحلقة المباركة بعنوان وما أنا من المتكلفين. مأخوذ عنوان الحلقة كما يعني قلنا وما أنا من المتكلفين من الآية القرآنية في سورة صاد، الآية 86 من سورة صاد، وما أنا من المتكلفين. دعونا في بداية الحلقة نرحب بضيفي البرنامج فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مجدي الشريف. أهلا بك وسهلا معالي الدكتور. فضيلة الداعية الإسلامي المحبوب الأستاذ الدكتور الشيخ أشرف راشد، أهلا بك وسهلا. جزاك الله خير. يعني هبة من الله تبارك وتعالى أن أكون بين عالمين جليلين، بين أخشبين عظيمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للخير إن شاء الله، وتكون حلقة طيبة ومباركة. كنا تعودنا أن احنا نبدأ الحلقة معالي الدكتور بإجابة سؤال الحلقة الماضية، وكان سؤال الحلقة الماضية بعنوان كيف أنصر أخي إذا كان ظالما. الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف نصره ظالما؟ كيف ننصر أخانا ظالما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل كيف أنصر أخي ظالما، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نمنعه عن هذا الظلم، أن ترده عن هذا الظلم. زي ما خدنا قصة أمنا أم حكيم جريت ورا سيدنا عكرمة يهلك نفسه، زوج سيدنا عكرمة بن أبي، تقول له لا تهلك نفسك، ده أنا جئتك من عند يعني أوصل الناس وأبر الناس وأفضل الناس وأنا سأمن. فساعدته ألا يظلم نفسه ويحرم نفسه من الإسلام لله رب العالمين، ومن أن يهنأ بسعادة الدنيا والآخرة. فاجتهدت على أن تساعده على أن يرجع عن ظلمه لنفسه. فهنا أنصر أخاك ظالما، أن أجتهد معه في أن أمنعه عن هذا الظلم من أن يظلم نفسه أو يظلم غيره. نعم. يعني معنى ذلك معنى الدكتور نتعلم من هذا الحديث الشريف ومن كلام فضلتك أن أنا إذا وجدت أخي في طريق معوج أو في ظلم أو في مظلمة معينة، إذا رددته فهذا نصره. كما أن أنصره مظلوما أنصره ظالما برده عن ظلمه. تمام. زي ما سيدنا عمر كان رايح في طريق يحدي فيه الله ورسوله، ومصمم أنه هو يحدي الله ورسوله، أخته فضلت واقفة جنبه لغاية ما تحول من إنسان بيهلك نفسه في أنه يحدي الله ورسوله إلى إنسان يسعد بسعادة الدنيا والآخرة. اجتهدت في حصوله على الهداية، فاطمة بنت فهداه الله على يديها. فاطمة نعم. بنت الخطاب. نعم. طيب قبل أن نشرع في وأمر مهم جدا، تفضل، أن ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. نعم. وليكن نهيك عن المنكر بغير المنكر. يعني مش معنى أن أنا برد عن الظلم أن أنا أتفحش معه وأتجهم عليه، لا لا، ايضا بالمعروف. نعم. هكذا يا دكتور؟ نعم صح. تفضل. لعل فضيلة الشيخ يعني في هذا يعني واضح جليا في قول الحق تبارك وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. يعني لابد ان يكون حكمة وموعظة حسنة ولين، وامره بمعروف، واذا كنت ارده عن منكر لا ارده بمنكر. بالضبط. نعم. بحيث لا يقع في منكر اكبر منه. نعم. تمام. نعم. كان عودنا فضيلة الدكتور والدكتور طارق صلى الله عليه متعه بالصحة والعافية هدية الحلقة قبل أن نبدأ في حلقتنا اليوم من كتاب الدين الحق الأدلة القاطعة. نعم. الحمد لله ربنا تصدق علينا وأخذنا في كل حلقة يا هدية من قراءة كتاب الدين الحق، ولعلنا يعني نشجع السادة المشاهدين على مطالعة هذا الكتاب. الحمد لله، وهذا الكتاب ربنا أكرمنا وتم مراجعته من هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة كلمة كلمة بجميع اللغات، والحمد لله وزارة الشؤون الإسلامية بتطبعه بأكثر من لغة، وتم أيضا مراجعته من هيئة البحوث
الإسلامية في مصر، الإسلامية بالأزهر الشريف الحمد لله من فضل الله ورحمته. فبنشجع المشاهدين على مطالعة هذا الكتاب وكيف أكرم الله السادة العلماء بإقبالهم على الله وهدايتهم لله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله بناخد من كتاب الدين حق الأدلة القاطعة هدية بسيطة بعنوان ما فرطنا في الكتاب من شيء. بنبدأ في الباب التالي بنلاقي ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا يمكن، لا يمكن أن يوجد شيء في الأرض أو في السماء إلا وقد ذكره الله في كتابه العظيم. ربنا أنزل هذا القرآن العظيم تبيانا لكل شيء من فضل الله ورحمته، في علوم الفضاء، في علوم الطب، في وهكذا في كل شيء. وأول موضوع في هذا الموضوع ما فرطنا في الكتاب من شيء قول الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا. الله تبارك وتعالى عندما قال ألم نجعل الأرض مهادا نجد ملايين ملايين من الأشياء قد تألفت وتجمعت لتكون الأرض مهادا. ملايين ملايين من الأشياء، كل شيء في كل شيء له آية تدل على أنه وزن ذرة الهيدروجين، وزن ذرة الأكسجين، وجود الغلاف الجوي، وجود الهواء بهذه المكونات، نسبة الخمس كده في الأكسجين ونسبة كده في النيتروجين، كل هذه النسب لو اختل منها أي شيء تتدمر الحياة على كوكب الأرض. سبحان الله ما شاء الله، تتدمر الحياة على كوكب الأرض. فإزاي إن ربنا تبارك وتعالى من رحمته خلق كل هذا الكون في الأرض وفي السماء، وأخبرنا في كل مجال، في مجال البحار، في مجال الفضاء، في مجال، في أي مجال يرى الإنسان في عندما يطالع في هذا الكون ثم يطالع في كتاب الله عز وجل لا يكون أمامه إلا أن يقبل على الله عز وجل ويهتدي إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير. نعم. ونحب نوه السادة المشاهدين أن الحصول على نسخة من الكتاب PDF. نعم. موجود عن طريق رقم الهاتف. نعم. على الشاشة الوقت. وأيضا من يرغب في الحصول على نسخة ورقية من الكتاب التواصل أيضا موجودة بإذن الله تعالى. شيء برضو طريف الآية اللي ذكرها فضيلة الدكتور أن ربنا سبحانه وتعالى استعمل لفظ مهادة الله. وكأنه يعني الطفل في مهده الله. الأم كانت تمهد لطفلها وهو لا يدري. سبحان الله. الله فكأن الله سبحانه وتعالى يعني يتعامل مع هذا الإنسان من منطلق كامل الحب، يمهد له لا يتعب في شيء. يعني حتى الآية تقول إيه وأنزلنا يعني ماء، الآية يعني تكلم فأسقيناكموه. يعني سبحان الله. نعم. يعني هو اللي أنزل الماء وهو اللي يسره للإنسان أن يشربه، وهو اللي يسر للإنسان أن يهضمه ويسر الإنسان أن ينتفع به. نعم. سبحان الله. هو الذي يسيركم في البر والبحر. نعم. نعم. ما أعظم. لذلك الله يرحمه فضيلة الشيخ الشعراوي قال كلمة جميلة جدا بعد قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم متجددة. نعم. من الله. نعم. عز وجل. نعم. ربنا قال في الآية التي بعدها وعلى الله قصد السبيل. جميع الرحلات القاصدة الله تكفل بها سبحانه وتعالى. نعم. لكن أخرج منها ومنها جائر. نعم. يعني عندما يتعدى الإنسان أمر الله ويتخطى حدود الله عز وجل ليس عليه قصد السبيل. لا. ليس هنا ليس عليه قصد السبيل. فربنا تبارك وتعالى لم يتكلف لا. نعم. لم يحمل له ذلك، ولكن إن شاء حفظه. وضرب مثال بسيط، قال إن سفينة الفضاء ديسكفري سنوات طويلة وهي تعمل إلى يومنا هذا ديسكفري المكتشفة. نعم. بهذا الاسم المؤدب. ولكن لما جاءت سفينة تشالنجر المتحدية وكان فيها أول معصية للإنسان خارج الفضاء، سبحان الله ما هي إلا سويعات قليلة وانتهت إلى الأبد، حتى لم يحصل إنسان على يعني قطعة منها بالجملة. وعلى الله قصد السبيل. الله تكفل، هو الذي يسيركم في البر والبحر، ولكن الذي يتجاوز فلا يلمن إلا نفسه. وقالوا أيضا أن لو كانت الآية انتهت عند قوله تبارك وتعالى الخيل والبغال والحمير لتركبوها لظل الناس إلى يوم القيامة يركبون الخيل والبغال والحمير. لكن الله تبارك وتعالى فتح القاعدة وقال ويخلق ما لا تعلمون. يعني أي وسيلة مواصلات في الكون الآن رحمة من الله في هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون. مما فضل الله تبارك وتعالى مع الدكتور، مما فضل الله تبارك وتعالى هذه الأمة أنها أمة وسطة. نعم. وأن هذا الدين دين وسطية. نعم. وأن نبينا نبي الوسطية. نعم. قال ما إني أخشاكم الله وأتقاكم لها، ما إني أقوم وأرقد وأتزوج النساء التوسط. نعم التوسط. نعم.
فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الوسطية. نعم. والتواصل وترك التكلف. عشان كده عنوان النهاردة عنوان حلقة وما النهاردة أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين. يعني نعم. أنا من الوسطيين. نعم نعم نعم. ترك التكلف. نعم فضل. أول نقطة هنا في تنوير التفكير. من الأمور المهمة في تنوير التفكير النهاردة عايزين ناخد بالنا من قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لازم نفكر في هذه الآية كما أراد الله تبارك وتعالى، إن لا يمكن أن نرى تكليفا من الله عز وجل إلا ونحن نسع هذا التكليف. يبقى إيه معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لا يمكن أن يوجد تكليف من الخالق سبحانه وتعالى إلا ويسعه الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن عندما تأتي التكاليف الشرعية، ربنا مثلا يقول لي صلي الفجر، أنا أسعى هذا الكلام. وشفنا الدكتور موفي حفظه الله وهو بيشرح هذه المعجزة الجميلة، إن الإنسان لما ينام ويقوم من النوم ياخد نفسه ويقضي حاجته ويخرج فضلات من عنده ويتوضى ويصلي، هذا الإنسان هو بعيد عن المشكلات الصحية. نعم. ولكن اللي بيأخذ النوم كامل معرض للجلطات الدماغية وغيرها من أنواع بالجملة. حتى لو ما اكتشفنا هذا الكلام نبقى عارفين إن اللي ربنا كلفنا به خير لنا. نعم. كما قال الإمام مالك إن التكاليف الشرعية مناطها مصالح العباد. مصالح العباد. لذلك هناك قاعدة فقهية أصولية تقول إن الشرع يدور مع مصلحة البشر. الله أكبر. وإنما وجد الشرع فسمى المصلحة. فسمى المصلحة. وإنما وجدت المصلحة فسمى الشرع. الله أكبر. يعني طيب يعني من هنا نقول فضل الشيخ أشرف إن الله حكيم سبحانه وتعالى، بل هو الحكيم. الحكيم بالألف واللام يعني الحكمة المطلقة. فما كلف الله تبارك وتعالى العبد شيئا من التكليف إلا أعطاه معونة. ويمكن ده واضح جليا في سورة الفاتحة حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فما مدام في عبادة فيه معونة. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني هو أصل الدين اليسر، ولذلك يعني الدين يسر. نعم. فالدين هو نفسه يسر. حينما نخرج من إطار الدين اللي هو التكلف المنهى عنه هندخل بقى في العنت. نعم. يعني حينما يجد إنسان في حياته عنت يعرف أنه هو مخالف لشيء من ربنا سبحانه وتعالى شرعه لي، اللي هو معنى الآية اللي الشيخ ذكرها. نعم. اللي هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إلا ما أتاه. اللي ربنا أعطاه لنا إحنا مكلفين به، والذي لم يعطيه الله سبحانه وتعالى العبد لا يتكلف إلا إذا أعطاه الله تبارك وتعالى. لذلك لما ربنا قال في القرآن لينفق ذو سعة من سعته، ربنا أعطاه لك كثير انفق كثير. ومن قدر عليه رزقه فلينفق. سبحان الله. طيب ركز معايا دكتور، ربنا بيقول ايه؟ ومن قدر عليه رزقه، مش ربنا بيقول له يترك الانفاق، لا فلينفق. يبقى اذا ربنا هيعطيه عليه. ليه؟ فلينفق مما اتاه الله. معناها ان لا يمكن الله يكلفك بشيء الا ويعطيك هذه المعونه. وجدك عائلا فاغنى. لا يمكن ان ربنا يجعلك تعول ثم لا يعطيك. لا ابدا لا يمكن. إن جعلك الله تعول فإن الله تبارك وتعالى. يعني ولذلك تكملت الآية نفسها، تكملت ظهرت بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ظهرت بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام في البيان لما أمر بالصدقة، قال أنفق يا بلال. أيوة. فجاء ببلال اللي هو أقل الصحابة مالا. الله. فمن باب أولى من هو أعلى من بلال في المال. الله. وجب عليه ولا تخشى من ذي العرش إخلال. أنفق. نعم. يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. نعم. طيب إذن يا فضل الشيخ أشرف، من المسلمين من يقولون أنا لا أطيق، يعني تعالى صل العشاء يقولك ما أقدرش، تعالى صل الفجر ما أقدرش، طلع زكاة مالك مش قادر. ما يعني كلمة مش قادر دي كلمة تفلت هو بها من التكاليف الشرعية، ليس ذلك؟ نعم. يعني هو التكلف طالما ربنا سبحانه وتعالى كلف إذن هو يعلم أننا نقدر، لكنه سبحانه وتعالى جعل دخل التكليف في أمور ميسرة. يعني مثلا مكلفين بالصلاة، فالكل مكلف بالصلاة، لكن. نعم. واحد لا يقدر أن يصلي قائما،
فياتي يسر الدين يقول له صلي ايه جالس، ما يقدرش يصلي جالس، يصلي ايه على جنب ولو بطرف العين، لكن يدخل داخل الصلاه وياخذ رخص الصلاه. لكن طالما كلف بشيء زي ما فضلت الدكتور قال كده، كل بالانفاق. اذا هو ينفق، لكن ايه مما اتاه الله. امتى يصعب المساله؟ لو هو بقى صاحب مثلا الدخل القليل يريد ان ينفق اكثر من طاقته، هنا التكلف وهنا العنت، التعبئتين. فان تكلف العبد ان ينفق فيما لم يامره به الله سوف يقصر فيما كلفه فيه الله. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا بعمل مثل فرح لبنتي وتكلفت ما لم يكلفني به الله، اصبحت اتكلف واقترض اجي عند الانفاق الواجب اقصر في الانفاق الواجب. اذا ليه وما انا من المتكلفين؟ رحمه بي انا لا اتكلف ما لم يكلفني به الله، فالله تبارك وتعالى يعني ان اعمل ما كلفني به الله. اذا الانشغال في اني اكلف نفسي في امور لم يكلفني بها الله تبارك وتعالى، هذا يؤدي بها يشغلني عن يؤدي بها ان انا انشغل عن الامور التي كلفني الله تبارك وتعالى. يبقى هنا في تنوير التفكير عايزين نوصل لنقطه مهمه جدا، ان حياه البساطه وان اقوم بما كلفني به الله ولا اتكلف ما لم يكلفني به الله. اصلي يعني بدل ما اقول مثل ايه، احنا بنعمل زي الناس كذا وبنعمل زي الناس كذا، طيب اين حياه سيد الخلق؟ حياه النبي حياه البشر. خليني اعمل زي الرسول عليه الصلاه والسلام، وكلنا نعمل زي الرسول عليه الصلاه والسلام، كلنا نرحم. ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لكن لما انا خالف الرسول وانت تخالف الرسول وكلنا نخالف الرسول عليه الصلاه والسلام، كلنا عشنا في العنت، كلنا عشنا في التعب، وكلنا تكلفنا ما لم يكلفنا به الله فتركنا ما كلفنا به الله. ونهى النبي الكريم عن ان الانسان يتكلف لاخيه في شيء. كمان اضافه صغيره، يعني ان حتى لا نتقوقع في مساله التكلف انها فقط في الانفاق. يعني التكلف هيدخل، يعني حتى سياق الايه النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين، يدخل في التكلف دوت التكلف في القول. حتى في القول. يعني قول لا اتكلف ان اقول حاجه انا ما اعلمهاش، يعني مثلا واحد يسال في شيء في الدين مثلا، يعني خاصه في هذا الزمان، فيكلف نفسه ما لم يعلم، ما لا يعلم هذا من التكلف. نعم، يعني مثلا نرى في هذا الزمان واحد عنده سؤال في الدين ممكن يسال اي واحد يقابله ويجاوبه، لكن كيف هو يبحث عن العالم الفقيه كده ويذهب اليه؟ لكن اللي ليس لديه علم لا يتورع ان يقول لا اعلم. ابن مسعود رضي الله عنه، علامات التكلف، ابن مسعود رضي الله عنه يقول من العلم ان تقول فيما لا تعلم لا اعلم. ده معناه ان انت عندك علم. وهكذا يعني. والامام مالك امام دار الهجره عرضت عليه 40 مساله فجاوب في 15 وترك 25. الله. وكان اعلم اهل الارض. يعني يا دكتور يدخل عالم التكلف في الملبس، ويدخل في المركب، نوع السياره وكذا، ويدخل في زي الحاجات الخمسة، حاجات الزواج وهكذا، وفي كل شعب الحياه، يعني يدخل الحاجات الخمسه زي ما فضلت الدكتور. عندما نترك التكلف والبذخ ونترك ما لم نتكلف به يساعدنا على القيام بما تكلفنا به، يساعدنا على القيام بالواجبات. يعني معالي الدكتور كما يقولون شعرة معوية، يعني نحن الآن بين كرم وبخل. نعم. لو تكلفنا هيبقى كرم وتبذير، لو تكلفنا هيبقى تبذير، لكن لو أكرمنا الضيف قدمنا له من القرى ما عندنا من الطعام الذي يقدم للضيف، يعني هذا من الكرم. يبقى نقول في شعرة بين الكرم والتبذير، في شعرة بين الشجاعة والتهور، في شعرة بين الحرص والبخل. تمام. نعم. ولذلك كيف يهدينا الله تبارك وتعالى إلى أن نفرق ما بين العزة وما بين التكبر؟ كيف يهدينا الله عز وجل ما بين الكرم والبساطة وما بين البذخ والإسراف؟ كيف يهدينا الله ما بين الشجاعة وبين التهور؟ ها؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، هذا بجهد الإيمان. دايما اتقرب الى الله، ولذا العبد يتقرب الي حتى يحب. فاذا احببته كنت سمعه، خلاص الاقي ربنا سبحانه وتعالى بيخلي سمعي صح، بيخلي بصري صح، بيخلي تصرفاتي صح، عملي صح، مشي صح، مشاويري صح.
يعني بعيدة عن إيه؟ عن هذا التكلف. وكذلك الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف الرجل ما ليس عنده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف. ليه؟ علشان لما أترك التكلف فيما ليس عندي أستطيع أن أتكلف ما أمرت به وما تكلف. يعني حضرتك زي ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله. يعني العرب كان عندهم أخلاق لكن ممكن تزيل عن حدها، زي مثلا حاتم الطائي مشهور بالكرم بس كرم زيادة عن الإيه؟ زيادة عن المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين، صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الحس على إكرام الضيف ومع ذلك حس على إيه؟ تكرم الضيف بما عندك. الله. نجمع بين الإيه زي اللي حضرتك. طيب إذا لو حدث لنا من هذا الكلام الطيب الجميل تنوير للتفكير، فلابد أن ننتقل به لتنوير للسلوك. عشان يبقى سلوك نتسلك به وخصال يعني نتصف بها وسط الناس. في تنوير السلوك يا فضيل الشيخ، أليس من تنوير السلوك أداء الواجبات لأصحابها وعدم طياعها وغير ذلك من هذه الأمور بدون التكلف؟ يعني زي ما تكلم كده فضيلة الدكتور، هناتي في سلوكنا هنفق على بيتي وأولادي بدون إيه؟ بدون التكلف. أنفق مثلا في أقوم بمسؤوليات عملي أيضا. بدون التكلف. والقيام بالواجبات، القيام بالواجبات، أنا مثلا كل إنسان عنده مثلا 100 من الواجبات في عمله، مع جيرانه، مع أهله، في جلوسه مع زوجته وأهله، في القيام بالواجبات في مع جيراني، مع عائلتي الكبيرة، تجاه أسرتي، تجاه مجتمعي، وهكذا. هذه الواجبات مثلا عندي 100 من الواجبات، رحمة من الله إني يأمرني وما أنا من المتكلفين. حتى في الدعوة لا أسألكم على أجل وما أنا، حتى في الدعوة أيضا بدون التكلف. ولذلك يا دكتور عذرا للمقاطعة، موضوع التكلف هذا بيحرم الإنسان من كثير من الحقوق الاجتماعية المفروض عليه، زي الزيارات للأهل والأقارب. لو اعتاد أنه لازم يدي فلوس ولازم ياخد هدية وفي يوم مزنوق معهوش فلوس، فبالتالي يقول لك لا مش هروح. طيب في فرح، طب أنت عارف طبعا عندنا في العادات يقول لك ينقط وينقط، ينقطوا بمبلغ كبير، هو معهوش المبلغ ده ما يروحش الفرح، في عزة ما يروحش العزة، في زيارة لأخته ما يروحش زيارة لأخته. لكن لو كان الأمر بالبساطة يعني من قطعت هذه الصلات ومن قطعت هذه العلاقات الاجتماعية. المئة واجب اللي على الإنسان يستطيع أن يقوم بالمئة واجب بدون التكلف. بدون تكلف. لو تكلف لعشر واجبات منها سوف يشغله هذا التكلف عن التسعين الآخرين. نعم صحيح. هيشغله عن التسعين واجب. معايا دكتورنا الحبيب؟ إذن هنا في تنوير السلوك عايزين نقوم بالواجبات، نؤدي الحقوق بدون التكلف. طب فضيلة الشيخ، لو أن هذا الأمر بين الناس ربما يقولون هذا بخل، يعني فكيف يضبط الإنسان يعني ويحرر مفاهيم هذا ليس بخل، أنا أجوز بما عندي فقط؟ ما كلام جميل. ما هو لو جاد بما عنده، ما هو يعني هو لو عنده كتير ما هيكرم باستطاعته. يعني ما هو كذلك لا يبخل، بمعنى هو لو عنده مال، ولذلك الآية واضحة عليه، ينفق مما آتاه الله. اللي أوتي كثير هينفق كثير، واللي أوتي قليل ينفق قليل. الله أكبر. يعني لو قلنا في تنوير السلوك أننا نؤدي الواجبات بدون التكلف، وده يسمح لنا أن نؤدي كل الواجبات اللي علينا. لأن التكلف واجب يحرمنا من أداء الواجب الآخر. يعني ترك التكلف هيساعدني أن أنا أنجز كل الواجبات، وأعرف أن فعلا إن ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، لا حرج في الدين. وعدم تكلفه ليس بخلا، يعني عدم تكلفه عشان يعطي كل ذي حق الحق. يعني ليس بخلا وإنما طيب الله اللي بيسموها الموازنة العامة. يعني دايما كده في كل شيء فقه الموازنات. فقه الموازنات. صحيح، فقه الموازنات. أو الأولويات. أو الأولويات أو المصالح والمفاسد كما يقولون. طيب فضيل الشيخ أشرف، يعني الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل هناك من في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف يثبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدم التكلف حتى في العبادات؟
هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو 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 الموازنة نفسها. نعم. يعني نرى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في العبادات، تراه صلى الله عليه وسلم في صلاته لا يتكلف، لما يكون مثلا مع الناس يصلي ايه يتخفف، صلاة بسيطة، مع نفسه صلى الله عليه وسلم يصلي ما شاء. حتى الثلاثة الصحابة اللي زاروه وكأنهم تقالوها لما سألوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها يعني قالوا قليلة. فلما عرض هذا الأمر على النبي لا أنا صحيح وسطية. نعم. ونرى ذلك في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، في مثلا إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ضيف كيف يقدم ما عنده صلى الله عليه وسلم بعدم التكلف. نعم. يقدم ما عنده، لكن ما قفلش الباب مثلا، حتى لو ما عندهوش. القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ضيف وبدأ يرسل لأبياته وكلهم متفقين، هو الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني إيه لم يرها كبيرة أن يقول من يضيف ضيف رسول الله بدون تكلف. يعني آه بدون تكلف، بدون تكلف. والصحابي قبل هذه العزومة وقد الضيف وضيفه. بل في صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد عجب الله من صنيعكم. ومن أوجه التفسير في قول ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض العلماء قالوا، المفسرون يعني، قالوا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن بعضهم قالوا الصلاة الوسطى أي المتوسطة في أدائها دون تكلف. الله يعني الصلاة المعتدلة المتوسطة. نعم. نعم. وكذلك النقطة الجميلة كانت راحة فضيلة الشيخ أشرف، علامات التكلف. نعم. يعني نعرف منين إن هو متكلف. نعم. من التكلف أن ينازع من فوقه. من فوقه. يعني من التكلف فوقه مثلا مدير ويتكلف إن هو ينازعه على. طيب ما هو موجود. وهذا عندك نصيحة أجدي الإلهي، نفسك تعمل حاجه قول له عليها ويعملها. فمن التكلف محاوله الايه منازعه، لازم يؤمن باننا درجات واننا الله جعل بعضنا فوق بعض. ولكن ربنا فتحها مش كبر ولا حاجه، فتحها لك قال لك ايه ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ومن التكلف ايضا ان يتعاطى الانسان فوق طموحاته، انه يقعد يطلب ما لا يقدر عليه. وايضا من التكلف ان يسعى في طلب ما لا يتحقق. يعني فلان مثلا يسعى إلى شيء لن يتحقق له، هذا السعي أيضا من التكلف بيضيع عليه عمره، بيضيع عليه حياته ويشغله. أستأذنك يا دكتور، بنراها كتير في حياتنا العملية دكتور. تجد مثلا واحد نفسه يبقى عنده مثلا عربية وهو إمكانياته لا تسمح بكده. فيدخل في أن يقترض مثلا من البنوك أو يشتري بالقسط. ويفاجئ أنه مش قادر يسدد، وبعدين يدخل الموضوع ده بقى كتير جدا. بقى كتير جدا. زي ما فضلت الدكتور نوه، واحد بيجوز بنته مثلا، بيزوجها، فمطلوب منه أشياء معينة، هو إمكانياته محدودة، فيتكلف أن يجيب ما لا يقدر عليه، فيدخل في ديون لا يقدر في سدادها. ده اللي الدكتور أشار إليه، اللي هو إيه، أن يسعى في تحقيق ما. والأمر الثالث أيضا من علامات التكلف زي ما فضلت الشيخ أشرف وضح، أن يتحدث بما لا يعلم. التحدث يعني بما لا يعلم هذا من التكلف. يعني يسأل في شيء لا يعلمه ثم يتكلف الإجابة، ولا يتكلف وكأنه يستحى أن يقول لا أعلم. نعم. وهذا ليس حياء، لكنه ليس من العلم أن يقول لا أعلم. نعم. ليس عندي العلم. نعم. ولذلك لله در الإمام الشافعي حينما قال كلما أدبني الدهر وأراني نقص عقلي وأراني ازددت علما زادني علما بجهلي. الله. ده كلام الشافعي. نعم. طيب ده يا أخوانا، وهذا الكلام اللي وصل إليه نفسه أينشتاين. أينشتاين بعد العمر الطويل من العلوم الكونية والعلوم الطبيعية، وصل لنقطة جميلة جدا، قال أنا اكتشفت إن الإنسان مثل طفل يلعب ببعض القواقع على شاطئ البحر. يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. ولا يعني ان الدنيا، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر. يعني كل ما يصل اليه الانسان من علوم هو قطره في المحيط. ولذلك لو الانسان فينا يا دكتور اخذ هذا الخلق وجعله خلقه وجعله سمته، نعم، ده بيدفعنا ان احنا ننتقل الى
تنوير المعاملات. المعاملات. أنه لا يكلف غيره ما لم يكلفه به الله تبارك وتعالى. نعم. لأنه هو أصبح من ليس من المتكلفين. فبالتالي ما دام هو مش من المتكلفين لن يكلف غيره. نعم. ما سوف لم يكلفه سوف به يكون الله في معاملاته نعم. رحيما. نعم. كما كان رحيما بنفسه سوف يكون رحيما بغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم. هو شاف بركات البساطة، بركات ترك التكلف، خليته عايش مبسوط وقايم بجميع الواجبات بسهولة ويسر وبدون أي حرج. فهو أيضا لا يكلف غيره ما لم يكلفه به الله. نعم. اللي احنا بيقول ايه يعني التقيل علينا والخفيف عليكم. قال أدوا العلائق، قالوا وما العلائق يا رسول الله؟ قال ما اتفق عليه الأهلون. يعني بتلاقي الدنيا ايه حلوة وسهلة وجميلة بدون الـ الـ طب الكلام ده موجود في وخاصة في موضوع الزواج يا شيخ أشرف. ده بنلاقي فيه مشاكل كتير، ان واحد مثلا امكانياته تسمح بأمور معينة ويرهق الطرف الآخر. فهنا ما عندوش تنوير معاملات، ما استفادش بهذا الخلق الطيب، خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تنصحه بإيه فضيلة الشيخ؟ هو سبحان الله احنا نرى بعينينا يعني اغلب الزواجات اللي بدأت كده تجدها في السنين الأولانية كلها فيها متاعب. نعم. لأنه على أقساط وهيسدد ديون فمثقل بأعباء واتنظرت كل هذه الأشياء وحسدت وبقى مشكلة. لكن لو بدأ بسيطا كانت الحياة تكون نعم نعم. وإحنا شفنا في أبائنا وأجدادنا والأقدمين يعني شفنا فيهم حياة البساطة، وكل ما كانت حياة البساطة موجودة كل ما كانت حياة السعادة. يبقى من خلال البرنامج معالي الدكتور نرسل رسالة لجميع السادة المشاهدين وكل المسلمين على مستوى العالم ان هم لا يتكلفون ونتعاون على عيشة البساطة، عيشة نعم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أبسط الناس وأيسر الناس وألين الناس، وما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وحرم على النار كل هين اللين سهل قريب من الناس. أنا أذكر قصة حدثت في قرية عندنا، يعني من قرى البلد عندنا. القرية متعودين على أن يقدم للعروسة يقدم لها مهر معين. نعم. فتقدم واحد ذو مال، هو عنده ماله ما شاء الله ثري، فتقدم لخطبة البنت معينة، فأبوها عشان عارف ان هو يقدر يدفع العريس فطلب شيء اكتر من ايه مما كانت عليه القرية. فاذا بالزوج دوت رفض. نعم. البلد بمشين على نمط معين انا ما زدش عليه. تحية لها سوهاج يعني. وفعلا بعد ما الأب رفضه فرجع قبله تاني، بعد ما قبل وتزوج وبنى بزوجتي جاب لها أكتر مما طلب الأب. طب ليه عملت كده؟ ما أنت كنت من الأول ممكن. قال لا أنا مش عايز أكون سبب لزيادة الكلفة على الشباب الغير قادرين. فيرد يبقى ده طبع فينا، يعني لو طبع فينا ننزل لعموم الناس فده إن شاء الله يفتح. أكون في غبراء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. نعم. كل ما قل المهر كل ما كثرت البركة. مش هنلاقي يعني عروس أجمل من أمنا فاطمة رضي الله عنها. لما تقدم إليها علي بن أبي طالب. نعم. تفضل. لا تفضل دكتور. لما ذهب يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث. نعم. وكأنه يعني تعظم الأمر. نعم. فيعني قال له جئت ليه؟ اللي جايبك؟ فهو عايز يسأله عن سبب الزيارة. ما عرفش ينطق سيدنا علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهلا بك وسهلا. لما راح لاصحابه قال بيقولوا له ماذا قال لك النبي؟ فقال اهلا وسهلا. قال يكفيك واحده. كده يعتبر ان هو موافي يعني. تفضل يا دكتور. نعم. وازاي سيدنا علي رضي الله عنه يريد ان يقدم مهرا لامنا فاطمه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه درعا اهدي له. نعم. يقدمه مهرا ابو العروسه هنا. وكيف يعني قد ايه سعادة امنا فاطمة بسيدنا علي رضي الله عنه، وقد ايه سعادة سيدنا علي بامنا فاطمة، وهما خير من خير زوجين على كوكب الارض. نعم. يصل يا دكتور عدم التكلف حتى في كفن الميت، حتى لما يموت الميت ويكفن برضه عدم التكلف. عدم التكلف حتى في يعني في مسألة الدفن ومسألة المقبرة. نعم. وهذه الأمور في كل شيء التكلف. نعم. في كل شيء. نعم. إذن ترك التكلف يا دكتورنا الحبيب سوف يكون سببا ألا تنازع الأمر أهله.
انت نعم. معك مدير ساعده على المهم اللي هو فيه. يعني لا تتكلف ولا تحدث فيما لا يعني ولا تحدث فيما لا اعلم. وترك التكلف هيخليني اترك التحدث بغير علم. نعم صحيح. يعني هيخليني اللي اعرف فيه اقوله واللي ما اعرفش فيه بقى اتكلف اسهل. حتى سيدنا النبي عليه السلام لما في بعض الاحاديث قال ائتوني بالطبيب، قالوا يا رسول الله ما كل الصحابه متعودين ان اي شيء يصيب اي انسان الرسول يدعو له فيشفيه الله. امنا بالله. لكن بيعلمنا بيرفع الحرج عن الامه. قال ائتوني بالطبيب، قالوا يا رسول الله، قال نعم ائتوني بالطبيب. ولو لم يفعل ذلك الرسول عليه السلام لظن الناس انها تتلغي. لا ما يتلغيش، ربنا اعطى له علم هو يقول فيه وانا مفتيش. وفي هذا الموضوع الجميل جدا مثال قالوا بعض العلماء، السادة العلماء، قال ان بعض الناس كان عنده صداع شديد 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 جدا، فلما راح كشف الدكتور بحث في الموضوع فوجد ان عنده ضرس فيه التهابات وهو اللي موصل للعصب عامل له يعني صداع، مهما ياخد من العقاقير يعني عنده صداع شديد. فرح مواد أرسله لطبيب الأسنان، فلما شال درسه استراح تماما. بعدين ليه ابن عمه قال له عندي صداع شديد، قال له بس 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 تعال. خد الدكتور السنان قال له يعني هي في، قال له شلوا الدرس ده، شلوا الدرس. فقال له صداع زي ما هو، قال له يا استنى ممكن يكون درس تاني. قاعد يشيله درس في درس لغاية ما قال له ها الصداع راح، قال له الصداع زي ما هو. نعم. فبيقول ان مش شرط ان انت عند يعني جات لك فتوى معينه تروح انت ناقل الفتوى وتعينها ابدا. لذلك يا معالي الدكتور يحضرني قول الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، يقول الامام ابن القيم: من افتى الناس بما في كتاب واحد من كتب الفقه مع اختلاف مسائلهم وقرائن احوالهم يكون اشد جرما ممن طبب الناس بما في كتاب واحد من كتب الطب مع اختلاف امراضه. إذن لا اتكلف الطب وانا لست بطبيب. نعم. ولا اتكلف الفتوى وانا لست بفقيه. لماذا؟ لان الطب له علومه. نعم. والفقه له علومه. والفتوى تختلف من انسان الى انسان اخر، وتختلف لنفس الانسان من حال الى حال اخر. بعد اذنك دكتور معايا؟ اذا لا اتكلف ما لم يؤتني به الله، لا يكلف الله نفسا. ده بعض مشايخنا كان يبقى ربنا اعطاك علوم الطب اجتهد في علوم، وهكذا معايا دكتور؟ بس ازاي اخدها دكتور؟ بعد اذن حضرتك، لكن الدعوه الى الخير هذه لكل الناس. يعني احنا عندنا يعني مليار و800 الف مثل كل الناس كل صح. الناس تقول يعني ايه افعلوا الخيرات. كل نعم. الناس نقول ايه لأن الداعية لا يتحدث في مسائل علمية بالضبط. أو فقهية أو مواريث أو غيره. أما الفتوى للسادة العلماء. نعم. فتوى الطب للسادة الأطباء وهكذا. فضلت. لا ولا يأخذنا لسؤال يا دكتور حتى كيف نصل إلى عدم التكلف؟ الله. الأسباب المعينة على عدم التكلف، يعني إحنا يعني شخصنا إن في مرض وعرفنا أعراض المرض وعلاماته، طب كيف نعالج من هذا المرض؟ لعل من ضمن الأسباب مثلا إنكار الذات وعدم الشعور بالأنا، لأن أنا لو أنا متواضع وما عنديش شعور بالأنا والإيجو عالية مش هرد على طول في أي سؤال. تقصد دكتورنا الحبيب ترك الرياء أن أفعل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. استحضرني أحد مشايخنا رحمه الله تعالى، رحم الله وكل علماءنا الذين لهم الحقوق علينا، شيخ عبد المنعم عبد الله رحمه الله تعالى، نسأل الله أن ينزل عليه سحاب الرحمة والمغفرة. رغم علمه وورع الشيخ وعلمه ومكانته وكان وكيل أول وزارة الأوقاف، إلا أنه كان في المسجد رجل كأي رجل، وكان بسيط، وكان حتى لما يطلبوا منه الخطبة وهو أكفأ الناس وأقدر الناس يرشح الدكتور يرشح حد تاني ويكون أقل منه زحلاته أو أي حد غيره. فيعني نسأل الله له الرحمة. كذلك من الأسباب يا دكتور أظن يعني الأسباب المعينة على عدم التكلف إن الإنسان يستشعر إنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ماله. استشعار المسألة. يعني الواحد إنه يسأل إن فيهم قيامة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اليقين على هذا الأمر استشعاره إنه يحسب على الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. استشعار الأمور ديت
تخليه أظن يعني يقف، يعني نية الآخرة تستقيم بها دنيانا. حين مثلا استشعر أنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه وعن ماله وعن شبابه وعن كذا. ولعل توفقنا فضيلة الشيخ في استشعار الفضيلة أيضا. هو يطبق سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كونه غير متكلف هو الآن مطيع لسيدنا رسول الله، يطبق سنة من سنة الرسول، فهو يعني معرض نفسه أنه يأخذ هذا الأجر السبب. إذن دكتور الحبيب، كيف نصل إلى ترك التكلف؟ نعم، اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إخلاصا لله عز وجل. ما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هتعمل لله، مش هتعمل بهرجة دي كلها، هتقوم بالواجبات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الحديث أخلص دينك يكفيك من العمل القليل. أخلص أنت بتعمل لوجه الله، هتعمل ببساطة، بتعمل للناس والتفاخر يبقى كده هتضطر تتكلف ما لم يكلفك به شيء. الإخلاص. فترك الرياء وترك المفاخرة بينجي الإنسان من التكلف، فيعينه على القيام بكافة الواجبات. نعم. يبقى كل أعمالي أنا أقول الله مطلع عليه، الله بس الذي يراني سبحانه وتعالى، فأخلص هذه الأعمال لله عز وجل. وما دام ذكرنا الشيخ عبد المنعم عبد الله، يحضرني أيضا موقف للشيخ عبد المنعم عبد الله رحمه الله، إنه كان راح زيارة مريض هو الدكتور مصطفى رحمه الله، وبعدين ما لقاش المريض ده اللي راح يزوره في البيت، وطرقوا الباب لم يجد أحد. فالدكتور بيشير عليه بيقول له نكتب ورقة ونقول له يعني نحن قد أتينا للزيارة، قبل المحمول والكلام ده، أتينا لزيارتك ولم نجد أحد في البيت. فقال الشيخ عبد المنعم رحمه الله رحمه واسعة، قال اللي احنا جايين له عرف. الله، احنا جايين لربنا وربنا عرف. فالمريض إذا علم أننا قد زرناه أو لم نزره يعني احنا خلص. لذلك في هذه المعجزة الجميلة الحديث في السلسلة الصحيحة صحيح المتجر الرابع، قال النبي عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام، ما من عبد مسلم أتى أخاه، بس أتى أخاه يزوره في الله عز وجل إلا ناداه منادي من السماء بأن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار فيا وعلي قراه، فلم يرضى له بثواب دون الجنة. كل ده من إيه؟ أتى أخاه. يعني كان ممكن الحديث يقول لك إيه يعني زار قابله أو لا 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 لا، كلمة علي قراه يعني علي ضيافته. القرى اللي هو ما يقدم للضيف. كلمة أتى أخاه بمجرد أن أنت عملت العمل لوجه الله خلاص. خلاص. يعني قضيت أن لم تقضى، يعني من مشى في حاجة أخيه قضيت أن لم تقضى. الله يعطي إيه. بالجملة ترك التكلف يخليني وأنا بتعامل مع الناس لا أكلفهم ما لم يكلفهم به الله. يعني ما تقلش عليه. طب هل ترك التكلف؟ لذلك الحديث بعد فضيلة الشيخ أشرف بتحكي أن سيدنا سلمان هو بضيف، تفضل حضرتك أذكر الحديث. يعني سيدنا سلمان جاء في الحديث، حديث مسلم أحمد هو صحيح، أن سلمان رضي الله عنه جاءه اثنين من التابعين يزوروه، فهو يعني قدم لهم اللي موجود عنده. وبعدين قال لهم ايه؟ لولا أننا نهينا عن التكلف، يعني نهيوا عن التكلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا هذا النهي لتكلف ان مثلا يبيع حاجة من اساس بيته بحيث يكرمهم ويظهر بمظهر كذا، لكن هو ايه؟ قدم الموجود عنده. فواحد من اللي جالسين يعني طلب شيء مش موجود من الطعام او كده، فطبعا طالما طلب من صاحب البيت فتكلف سلمان ساعتها. المفروض الأدب الإسلامي يا شيخ، لا نطلب مفقودا ولا نعيب موجودا. لكن لو تيجي تزورني ده موضوع تاني. هطلب زي ما انا عايز. لكن اقصد ان ايه، اللي لما طلب صاحب الزياره او اللي جاي يزور طلب شيء معين، فسلمان خلاص راح فعلا للبقال ورهن عنده المقراه بتاعته وجاب للسائل او جاب للي عنده في الزياره اللي هو طالبه. فبعد ما قدمه له، فبعد ما كان فبيقول الحمد لله الذي قنعنا بما اتانا. بس الحمد لله لو قنعك بما اتانا. بالجمله دكتورنا الحبيب، ان كل حاجه بالبساطه بيبقى فيها خير. ودي ان شاء الله هناخدها في القصه. طب يا فضيله الدكتور، ممكن تكون البساطه سبب هدايه انسان ودخوله الجنه؟ احنا معانا وقت قد ايه؟ والله يعتق رقبته من النار. معانا وقت قد ايه؟ ما احنا قبل نهايه الحلقه هتقول لنا هل هي فعلا ممكن تكون البساطه وعدم التكلف
سبب لهداية إنسان وعتق رقبته من النار ودخوله الجنة، وهل هذا حدث في عهد رسول الله مع أحد الصحابة؟ قصتنا النهاردة إن شاء الله. نعم تفضل يا دكتور. كيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي بن حاتم رضي الله عنه. سيدنا علي بن حاتم جاء إلى المدينة المنورة عايز يشوف الرسول عليه السلام، يشوف فلما زار الرسول عليه السلام ودخل عليه، فالرسول عليه السلام سأل أهل بيته، يعني أهل بيته يعني ماذا عندهم، فلقى عندهم قرصتين من الشعير، قال ائتوني بهن، فوضع قرص من الشعير أمام سيدنا علي بن حاتم ووضع الأخرى أمامه. فبدأ سيدنا علي بن حاتم اللي هم واخدين على النار التي لم يكن مسلم في هذا الوقت، النار التي لا تطفأ والذبائح التي لا تتوقف وهكذا، تفاخر غير عادي. فلما شاف هذا هذه الضيافة قال، فقلت في نفسي والله ما هذا ملك من ده، مش طالب دنيا، ده مش طالب دنيا، والله إنه نبي. فكان ذلك هذه البساطة كانت سببا في هدايته وإسلامه لله رب العالمين، وأسلم رضي الله عنه. الرسول عليه السلام بدأ يعلمه بقى إن يعني إن هذا الأمر سوف يبلغ ينتشر في كل مكان، حتى يعني تنطلق الضعينة من يعني أخلاق النبي ومعاملات النبي كانت سببا في هدايته. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأشياء، حتى قال إن حتى كسر ابن هرمز وكذا، يعني كل الفتوحات واستقبله النبي مرة من عدي بن حاتم ولم يكن مسلما قط قبل إسلامه، وفرش له رداءه صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة يا رسول الله إنه مشرك، فقال كان أبوه يحب مكارم الأخلاق وأنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كل ده دكتور يوصلنا لنقطة إيه، إن القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله هداية لكل البشرية إلى يوم القيامة، فقط بآية واحدة، بجزء من آية لو اتبعناها لشفنا ثمار كلنا بنتكلم خلال الحلقة على بس إيه، وما أنا من المتكلفين. نعم صحيح. يعني ده يدل على إيه؟ يعني ده يدل على عظمة القرآن الكريم، اللي هي كلمات من القرآن يعني الكريم. يعني 50 دقيقة نتحدث في جزء من آية، مقطع صغير. يعني 86 يعني مثلا لما سيدنا عمر بن الخطاب الجبل الضخم دوت رضي الله عنه قبل إسلامه، سبب إسلامه إيه؟ قرأ آيات من سورة طه. كلمات ربانية من رب البرية غيرت حياة هذا الجبل، حولته من عدو للإسلام إلى نصر. طب ما دمنا وصلنا لقصة سيدنا عدي بن حاتم وإسلامه، وكان سبب إسلامه عدم التكلف النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له وإظهار محسن أخلاق. في نقطة مهمة عايزين سؤال الحلقة في نقطة مهمة جدا، من ترك التكلف لا أنظر للإنسان الذي أتعامل معه أنا بحبه ولا ما بحبهش، ولا غني أو فقير. حتى ربنا قال في القرآن لا يجرمنكم شنآن قوم على الحديث مع سيادتك يا دكتور له شهون، ونأخذ نصف دقيقة الوقت وعايزين السؤال نصف دقيقة. وكذلك ربنا قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. بمعنى إيه؟ أنا عايز لا أتكلف ولا ألوي أعناق النصوص أو ألوي أعناق الأصول ولا ألوي أعناق المواقف علشان أميل إلى غني أو فقير أو أميل إلى حبيب دون عدل. لا 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 لا، اقصد في مشيك، لا تتكلف ذلك، لا تتكلف ذلك. لذلك ربنا يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. لذلك سؤالنا النهاردة من هذه الآية العظيمة، سؤال حلقتنا النهاردة، لماذا نعدل بين الغني والفقير؟ يعني ما نملش لده أو ده ليه؟ لأن ربنا قال إن يكن، ولا بلاش نقول خلي بالك إذن هذا القرآن العظيم هبة من الله تبارك وتعالى، هبة عظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى أنعم الله به على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أننا لسنا بأنبياء ولكن نسير وسط الناس بمعجزة أنبياء، بمعجزة النبي اللي هو القرآن الكريم. يعني أعزائي المشاهدين، ونحن يعني نختم حلقتنا اليوم، ويعني
الوقت يطول ويطول مع القرآن الكريم، لكن يعني الوقت قد داهمنا مع الحديث الجميل من فضيلة الدكتور. لا يسعني إلا أني باسمكم واسمي أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مجد الشريف المشرف العلمي على هيئة الإعجاز العلمي القرآن والسنة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضا فضيلة الشيخ الجليل الداعية الإسلامي الأستاذ أشرف راشد حفظكم الله تعالى، يعني شرفتنا ونورتنا وأسعدتمونا. أعزائي المشاهدين، نترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، داعين الله لكم بالسلامة والصحة والعافية، ولمصرنا حبيب وللعالم أجمع أن يزيل هذا الهم والكرب إن شاء الله، وأن يمتعكم بالصحة والعافية. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.